سنرى من هو أفضل مدرب في العالم. المرشحين لأفضل مدرب في العالم لكرة القدم للرجال. فيسانتي ديل بوسكي مدرب المنتخب الأسباني لكرة القدم. بيب غوارديولا Spanish coach for FC Barcelona. Pep Guardiola, الجنسية أسباني ويدرب فريق برشلونة. Jose Mourinho, Portuguese. Jose Mourinho, البرتغالي والذي يدرب فريق ريال مدريد. من سيكون هو أفضل مدرب في العالم؟ ثلاثة مدربين كبار وإنجازات كثيرة بينهم. الآن سيلفيا ستعلن عن الفائز. الفائز هو جوزيه مورينيو. Boa noite. Peço desculpa por falar em português, mas أعذروني أن أتحدث باللغة البرتغالية. أنا فخور أن أتحدث باللغة البرتغالية. أنا أهني كل هؤلاء المدربين الكبار في سانت ديل بوسكي وغوارديولا. لم أصل إلى هذا المكان وحيدا. لقد ساعدني اللاعبين والمساعدين وأيضا بقوة الحب الذي يمنحه لي كل من لي صلة به. شكرا جزيلا. نهنئ خوزيه. شكرا جزيلا سيلفيا في تقديم